اليوم نحن موجودين بوحدة من أرقى المناطق بالعاصمة بيروت وهي الأشرفية، هالمنطقة يلي كانت عبارة عن تليل وجلول وبساتين مزروعة بأشجار التوت والفواكه والليمون، كانت تتمتع بموقع استراتيجي مهم، خصوصاً وأنه كانت كاشفة أسوار بيروت وكانت بتطل على البحر. وكانت العيال يلي بدها تقضي إجازة الصيف تقصد هالمنطقة كونها منطقة أقرب للجبل بهدوءها وطبيعتها ومناخها. وظلت هالمنطقة لسنين طويلة منطقة جبلية، وكانت بحسب المراجع التاريخية اسمها هضبة ديمتري. شكلت هالمنطقة نقطة جذب لكتير من العيال الأرستقراطية يلي بدأت تتعمر فيها قصور فخمة، ويلي أغلبها بعده موجود لليوم مثل قصر سرسو وغيره كتير من القصور. وبلشت هالمنطقة تضم العيال العريقة مثل ألبستروس، التوينة، فرعون وغيرهم كتير. وشوي شوي بلشت معالم هالمنطقة تتغير، ونبنت فيها البيوت والمستشفيات والإرساليات والجامعات يلي عطوها طابع ثقافي واجتماعي مميز. وما فينا ما نذكر قديش كان لهالمنطقة دور سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي على مر التاريخ ولا يزال. أما من وين اجت تسميتها الحالية، فمثل ما بنعرف أنه بيروت مثل كتير من مناطق الشرق تعرضت تاريخياً لاحتلالات واستعمارات غربية دامت لأكثر من 200 سنة. وبعام 1291 ميلادي قدر السلطان الأشرف خليل بن قلاوون بجيشه وتحديداً بمعركة عكا أنه يحرر بلاد الشام والقدس من الوجود الاستعماري. وبعد انتصار السلطان الأشرف قامت الشعوب بالمنطقة العربية بتسمية مناطق عديدة بالأشرفية تكريماً لإله ولانتصاراته، وصار في عنا أشرفيات كتيرة بالعالم العربي مثل فلسطين، سوريا، الأردن، وفي مقدمتهم طبعاً بيروت يلي أكدت على ضرورة تكريم السلطان الأشرف وتسمت هالمنطقة على اسمه، واسمها لليوم بعد ما تغير الأشرفية.